هو لو المنتخب وصل لنصف النهائي هيحتاج صلاح في ايه؟ هجوم قوي على محمد صلاح بعد انتشار خبر سفره لانجلترا عشان يكمل العلاج بعد مباراة كابفيردي، واللي مش بس خلى الجمهور ينتقده، لا ده كمان اللعيبة القديمة والاعلاميين وجهوا رسائل لصلاح. اولهم كان احمد حسن نجم وقائد منتخب مصر السابق اللي انتقد صلاح وقال له انا كنت دايما واقف في صفك، بس دلوقتي مش هعرف ازاي قائد منتخب بحجم مصر عايز يسيب المعسكر ويمشي عشان جاله شد. وكمل الصقر كلامه وقال له ده شارة القيادة اتسحبت من احمد فتحي عشان تجيلك، وانا كنت ضد القرار ده، فين دورك كقائد للفريق؟ لازم دورك بره الملعب يكون زي ما في الملعب واكتر. وهو لو لعيبة مصر وصلوا بالمنتخب لنصف النهائي هيحتاجوا من صلاح ايه؟ ده كان نفس رأي احمد حسام ميدو لاعب المنتخب السابق اللي شايف ان الاصابة مش مستاهلة السفر، وان القائد لازم يدعم زمايله مش يسيبهم ويمشي.